معانا على التليفون دكتور محمود جلال، مبتكر مشروع انتاج الاعلاف من الواح نبات التين الشوكي، احد هذه العقول الثلاثه اللي اتشرف. دكتور محمود اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ازاي الصحه يا دكتور؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. اول سؤال يعني نحب نفكر فيه مع بعض، جت على بالك ازاي؟ هو طبعا اولا هو لا فض فوق، يعني انت ما شاء الله عليك، يعني ايه يعني شرحت كله وخلاص كده، يعني ايه يعني لا ده علشان حضراتكم عاملين يعني شيء عظيم جدا جدا جدا، والمركز الاعلامي لما يعني شرح الحاجات اللي حضراتكم عملتوها شرحها بمنتهى السلاسه، فانا يعني فاترينا جيده، بس ادي كل القصه. وحضرتك برضه بفكر حضرتك ان دي مش اول استضافه من حضرتك ليا، كانت في 2015 لو حضرتك تفكر، في مايو. ايوه في مايو 2015، فدي كده يعني تاني مره شرف بحضرتك يعني. صحيح، خليها شرف يا فندم، ما تقولش كده، ده شرفي انا، شرف ليا انا يا فندم. قول لنا يا دكتور محمود، فكرت ازاي في حكايه الواح التين الشوكي؟ يعني فكره ما تجيش على بال حد يعني. هو انا هقول لحضرتك طبعا التحديات اللي بتواجهها مصر الفتره اللي فاتت دي هي في موضوع ميه النيل واحتياجاتنا منها، وتهديد ان احنا ما يبقاش متوافر المياه اللي احنا ممكن متعودين بنستقبلها كل سنه. فدي اللي خلت الواحد زي ما حضرتك كده كنت بتقول طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، يعني في موضوع ان احنا نفكر خارج الصندوق وان احنا ندور على حلول مبتكره. فابتديت اشوف الدول اللي هي بتتعرض لنفس التاثيرات وكده، زي مثلا دول المغرب العربي اللي هي اصلا ما عندهاش نهر النيل. دول تانية برضو بتفكر فكر يعني مبتكر، ان هو ازاي ان مثلا ان الحبوب اللي بيطلعها من الارض بتاعته ازاي ان هو يصدرها، ومع ذلك ينتج انتاج حيواني برضه يصدره فيجيب العمله مرتين وهكذا. فلقيت ان كل الدول دي كان القاسم المشترك فيها موضوع استغلال الواح نبات التين الشوكي. فابتديت ان انا لما توسع في هذا الكلام في الدراسه للموضوع، فلقيت ان منظمه ارساو اللي هي منظمه الاغذيه والزراعه الامم المتحده كانت بتسميه نبات العجائب، وبتسميه غذاء المستقبل، وبتسميه الذهب الاخضر. فطبعا الواحد كان بيستغرب، وكانت بتعمل منح للدول الافريقيه الفقيره عشان تعودهم ان كمان يبقى غذاء للانسان الالواح دي، ويبقى شيء مستساغم ان هو بيطلع لوحده، يعني هو مش محتاج ان انت تواليه وهكذا غير بابسط الامكانيات في الدنيا. فابتديت طب اشوف، طب ماشي اوكي، طب احنا ايه الخلطات اللي احنا ممكن نعملها في مصر تمام كده هو انت تتناسب مع الانواع الحيوانات اللي احنا بنربيها، لان ممكن مثلا في بعض البلاد بتاكلها للجمال، في بعض البلاد بتاكلها للاغنام، انما احنا يعتبر ممكن الاساسي بالنسبه لنا اللي هي المواشي. فطب ايه الخلطه المتكامله اللي تبقى داخل فيها الالواح وتبقى القاسم المشترك الاكبر بتاعها، بحيث ان انا اقلل الضغط على الاعلاف التقليديه. فالحمد لله التجارب اللي عملناها مع طبعا فريق عمل كبير من المتخصصين، وكانت التجارب كلها كانت بتتعمل في اماكن لتربيه الحيوانات في محافظه المنوفيه، كانت النتيجه طبعا مبهره، ان انت ممكن توصل لنسبه احلال بنسبه 40% باستخدام هذه الالواح، وتبقى بس مجرد ان انت بتكمل النقص في البروتين، بتكمل الماده المالئه وهكذا، عشان خاطر تعمل توازن في تغذية الحيوان. وزي ما حضرتك كده ذكرت من شوية في التقدمة، ان ازاي ان في الاخر انت حصلت على نفس معدلات التحويل اللي بتاخدها من الاعلاف التقليدية، انتجت نفس الكميات الالبان لو احنا بنتكلم على تربية بغرض الالبان، ده بالعكس ده جودة اللحم كانت افضل، وجودة اللبن كانت او نقول صحيا اكتر. طب تعالى حضرتك نشوف اصلا النبات نفسه، طب هو ليه اتسمى المسميات دي؟ لان هو ده النبات اللي بيقاوم التغيرات المناخيه بطريقه فظيعه. يعني حضرتك انا كنت اتكلم من شويه على الزميل اللي كان اشتغل في موضوع الرز وهكذا، ان حته ان اي محصول دلوقتي لازم يكون ريزيلينت ضد التغيرات المناخيه وهكذا. ليه؟ لان بتلاقي مثلا ان الظروف الطبيعيه فجاه بتتغير وبتاثر، ممكن تهدد محصول بالكامل، زي ما حصل مثلا في سنه مع المانجا وسنه مع الزيتون وهكذا. لا احنا عايزين نبات تكون ضامن ان انت كل سنه هتطلع منه انتاج. فكان بتتوفر في التين الشوكي هذا الكلام،
بالذات ان هو اوريدي زي ما حضرتك كده بتقول يعني الشعب المصري بيحب الثمار بتاعته داوي. فبينتج من عمليه الزراعه بتاعته مخلفات من الالواح دي، جزء منها بيستخدم في الاكسار بتاع ان انت بتحطها في الارض تطلع منها شجره ثانيه وهكذا على مدى السنوات، الجزء الثاني بيلقى كمخلفات زراعيه. فلقينا ان حجم المخلفات دي ممكن توصل ل 80,000 طن في السنه، تقدر تربي عليها 16,000 راس ماشيه، احنا لسه ما زرعناش كده هو يعني فدان زياده، احنا بنتكلم على اللي موجود اوريدي. تقدر تاكل منه لحمه مثلا للانسان يوميا الجرع يعني الكميه اللي هو المناسبه ليه مثلا ل 160,000 بني ادم، يبقى انت كده هو بدون الاحتياج لاضافات ثانيه او ان انت تستورد اعلاف، بحيث ان انت حضرتك تقدر ان انت يبقى عندك قيمه مضافه، ماده اضافيه تستخدمها في انتاج الاعلاف تقلل الضغط، لان برضه في فترات من الحاجات اللي بتطلع من الارض عندنا سواء الذره او البرسيم بتبقى في فترات زمنيه تبقى فيه فجوات مش متوفره هذا الكلام، ويبقى الاستيراد بيبقى التكلفه عاليه وهكذا، فبيبقى بيرفع اسعار الاعلاف، فبيرفع تكلفه التربيه، فبيخلي ان بعض المربين بالذات الصغار بيحجموا زي بسبب اللي بيحصل الايام دي بسبب الزيادات عشان سلاسل الامداد وهكذا، لان بيبقى المكسب بيبقى ضعيف او ان هو كمان مش مضمون. لا تعالى هديك مصدر موجود سعره صفر لو انت جمعته في مرحله اللي هي التأليم اللي بتبتدي بعد جمع الثمار اللي هو مثلا نقول من شهر 9 وهكذا، تقدر ان انت تاخدها بس بتكلفه جمعها وتضيفها في الخلطات بتاعه الاعلاف على قد ما انت بتضيف اعتبره وفره، ضفت 30% في الخلطه 40% كل ده وفر انت حققته، وفي نفس الوقت الماده الخضراء اللي في الالواح دي هي بتبقى مستساغه بالنسبه للحيوان بالعكس محبوبه ليه، والادوات اللي انت هتستخدمها في انتاج الخلطات ممكن تصنع محليا بمنتهى البساطه، تمام كده هو في مثلا الهيئه العربيه للتصنيع كآله لفرم، آله لتقطيع، آله لخلط، آله لكبس وهكذا، بحيث ان انا حاجه من الاثنين، يا اما انا عندي ارضي زارع فيها الواح، زارع فيها نبات التين الشوكي، فباخد الالواح وبعمل خلطات وباكل الماشيه اللي انا مربيها عند في الارض بتاعتي، يا اما لا انا هعمل المكن ده هو وهعمل تعبئه لباكجز كده هو للتوزيع في المناطق المحيطه بهذه الزراعات، فاقدر ان انا اقوم بيها مشاريع للشباب. ان انا حلو. ده توجه اكتر من رائع. انا فاضل لي سؤال صغير جدا، حضرتك جربت هذه الخلطه باستخدام الواح التين الشوكي على الانواع والسلالات المصريه مظبوط؟ طيب في توجه دلوقتي ان احنا هنبدا نستجلب سلالات جديده لانتاج الالبان، اظنها يعني الماني وهولندي زي الهولشتاين، وسلالات اخرى للحوم دي هتبقى اسباني وكولومبي. هل جربنا الخلطه دي على السلالات الجديده؟ لانه في مشروع كبير لاستبدال السلالات لانتاج البان اكتر، انتاج لحوم اكتر وما الى ذلك. هل جربنا ده على السلالات الجديده ولا لسه دكتور محمود؟ طبعا يعني بص لحضرتك على حاجه، هو المبدا موجود والامر بسيط وهكذا. بيبقى القصه في ايه؟ ان انت مثلا لو فرضا بنتكلم على تربيه بغرض انتاج اللحوم وهكذا. بيبقى القصه ان انت بتبتدي مع الموسم التربيه بتاع الحيوان بحيث ان هو بيتواءم مع هذا المدخل الجديد في العلف بتاعه، وبياخد فتره عدد ايام معينه لغايه ما بيبتدي يتعود عليه ويبتدي يبقى هو ده المطلب الرئيسي بتاعه، لان طبعا بيبقى الحيوان بيجي معاه موضوع بالتعود، ان حته ان هو متعود ان هو ده اللي بياكله، فبتبقى في فتره، فدايما بيبقى الميزه في هذا الموضوع لما بتدي معاه الموسم بتظبط له الخلطات بتاعته والدنيا بتبقى تمام ومفيش اي مشكله. فهي حتى كمان ايه يعني الموضوع النوع احنا بس كنا عملناه هنا عشان خاطر مش نوع الحيوان ولكن نوع الخلطه نفسها اللي احنا هنستخدمها. مظبوط انا فاهمك. في الدول الثانيه كانت الخلطات اللي طبقا للمكونات اللي عندهم في بلدهم. صحيح. انا ليه عايز نمشي في التجربه دي؟ علشان عمليه الاستبدال دي بدات بالفعل، وبالتالي انا عايز السلالات الجديده اللي هتبقى موجوده عند المربين الصغار بالتحديد
نقدر نشوف بالتجربة يا ترى هتنفعهم ولا لأ، وبالتالي يبقى طريقة التغذية بالنسبة للمربي الصغير مزارع على قد الحال تبقى أرخص بالنسبة له في مسألة مستهلكات الأعلاف. كذا الحال بقى في سكيل أكبر لما يبقى في مزارع فيها 1000 و2000 و3000 و4000 وما إلى ذلك. يعني عاوزين نقوم بالتجربة دي ونشوف، يعني أتمنى إنها تنجح مع السلالات الجديدة زي ما حضرتك بتقول إن المسألة بتخضع الأول لعملية تغيير في الدايت أو في النمط الغذائي اللي هي بتعمله إلى أن تعتاد عليها، وبعد كده بتدي لي إنتاجيتها الطبيعية. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمود، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة. دكتور محمود جلال مبتكر مشروع إنتاج الأعلاف من ألوان، من ألواح، إيه ألوان دي؟ من ألوان وأشكال بتاعت ألواح نبات التين الشوكي.